السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غندير لكم الاسئله المرتبطه بالشابيتر 10 ديال لوغمو لا بوطا ميرفي دو احمد الصفريوي. كيف عودتكم في لافان ديال كل شابيتر، يعني اي شابيتر سالتو معكم في الشرح كندير ليه الاسئله ديالو باش كتجربوا راسكم واش عقلتوا على لي بارتي اللي شرحت لكم، حيت كيكونوا بزاف ديال لي زيفيرمو في نفس لو شابيتر. داكشي علاش هاد لا بوطا ميرفي كتكون مشعكه شويه وفيها بزاف ديال الاحداث. ما كل شابيتر فيه بزاف ديال الاحداث اللي كاينين مهمين شويه، كيبقى يعاود لينا وكيخبر لينا سيدي محمد. ما علينا، غنبداو على بركه الله. اول سؤال مرتبط بلو شابيتر 10، ما تنساوش تكليكيو على جام 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 باش كنعرف ان لي فيديو عجبوكم، وكنبقى حتى انا كتشجعوني انني نسربي ونجمع راسي معكم باش نكمل معكم هاد الروايه ان شاء الله. من وراها ان شاء الله غنبدا البروديكسيو اكريت، غنحاول حتى هو نسربي فيه باش نعطيكم نماذج علاش غادي تخدموا ان شاء الله، وني بالدعم ديالكم بالدعم ديالكم بالدعم ديالكم بيان سور. اول سؤال عندنا، كيل سونس افي لي جور بور سيدي محمد. سيدي محمد قالك انا بالنسبه ليا في الخيال ديالي الايام عندهم واحد المعنى. شاك جور بوسيدي اون كولور، واش كل نهار في الدماغ ديال سيدي محمد عنده لون؟ ولا شاك جور افي سون اوبجي دون لا بوطا ميرفي، ولا كل نهار يعني خاص بواحد الشيء ولا بواحد ديك الاشياء اللي كاينه في العلبه ديال العجائب ديالو. كيف شفنا في لافان ديال لو شابيتر 10 ان سيدي محمد قالك في الخيال ديالي كل نهار مرتبط بواحد اللون. دونك كيل كارتي سو تروفي لا ميزون دو سيدي العرافي. سيدي العرافي اللي قلنا ايتان فويون افوغل، واحد الشواف اللي اصلا هو اعمى، فين دار ساكن؟ واش في لو كارتي القليين، ولا في لو كارتي السفاع، ولا لو كارتي الرصيف؟ شفنا كيف شرحت لكم انا في لو شابيتر ان سيدي العرافي كاين في الكارتي اللي سميتو السفاع. كيل اوبجي لالا زبيدة روتيغاتيل دو باني دو فويون. كيف شفنا ان مني جاب داك السله ديالو داك سيدي العرافي جابتها ليه الزوجه ديالو، كل واحد بدا بسيدي محمد قال لي بلا ما تشوفو هز شي حاجه من ديك السله وعطيها ليا. نفس الشيء دارت لالا زبيدة ونفس الشيء دارت لالا عائشه. قال لينا هنا اشنو لالا زبيدة هزات مني مدات يديها لهذيك السله ديال سيدي العرافي؟ واش لون بول دو فيغ، واش بيه ديال الزاج هذه كان هزها سيدي محمد، ولا اون بيرل نوار، ولا لؤلؤه اللي هي كحله؟ وهذا هو الجواب الصحيح. كي سكو لو ميساجي دو المعلم عبد السلام افي ابورتي دو سابار على لالا زبيده. كيف شفنا في لافان تاني ديال لو شابيتر البارتي الاخرى ان المعلم عبد السلام صيفط مع واحد الشخص اللي سماه لينا سيدي محمد لان كونيو لان فيزيبل، اللي سماه لينا بهذه الطريقه هذه حيت ما بانش ليه. اشنو صيفط هاد المعلم عبد السلام مع هذا المرسول باش يعطي لالا زبيده؟ دي زوف البيض، دو بور الزبده، دو لويل الزيت، اي دو لارجون والفلوس، ولا دو لا فيوند اللحم، دي ليغوم الخضره، دو لويل الزيت، اي دو لارجون. هادشي على حساب اللي قال لنا سيدي محمد. سيدي محمد قال لنا 12 بيضه والزبده فؤاد كاينه في واحد الجبانيه ديال الطيل اللي مهرسه، والزيت والفلوس اللي كان شدهم لالا زبيده في الايد ديالها. اذا هذا هو الجواب الصحيح. كيل مونسونج لالا زبيده ايتيتيل بريت ادير او ماتر دو ليكول كورانيك. اشناهي الكذبه اللي كانت موجوده لالا زبيده اللي غادي تقول للفقيه ديال سيدي محمد؟ حنا شفنا ان سيدي محمد مني خرج من عند سيدي العرافي هو وماما ولا لالا عائشه بقى حس براسو خفيف ومرتاح وما مريض ما والو، بقى غادي وكيشطح في الطريق واخا ماما ولالا عائشه ما شافوش حيت كانوا غارقين في داكشي اللي كان كيقول لهم سيدي العرافي. مني شاف هو الفقيه تخشاه داك الحيك ديال مو، مني هي قالت لي علاش تخلعتي، هو جاوب قال لي راه شفت الفقيه، وهي كانت وقالت لي كون جا الفقيه اش غنقول ليه واش غنقول ليه. ال افي امني سون فيس فوار ان ميدسا، واش كانت غتقول الفقيه بلا دات ولدها عند واحد الطبيب؟ ولا ال افي بوزوان دو سون فيس بور اون كورس، ولا بغات ولدها باش تمشي باش يتسخر ليها؟ ولا ال افي امني سون فيس فوار سون بير، ولا دات ولدها باش يشوف الاب ديالو؟ الكذبه اللي كانت موجوده لي انها غادي تقول لي بلا ديت سيدي محمد عند واحد الطبيب. كو دوموندا سيدي العرافي ا لونفون اون بريزونطون سون باني، شنو طلب سيدي العرافي من لونفون من سيدي محمد مني عطاه السله ديالو؟ دو توشي لو باني سون بارلي، واش يقيس السله بلا ما يدوي؟ دو شوازيغ لوبجي كيل فولي امبورتي، ولا يعزل اي حاجه بغاها من ديك السله؟
de saisir un objet sans le voir ou يهز واحد الحاجه من ديك السله بلا ما يشوفها وهذا هو الجواب الصحيح قال لي ما تشوفهاش اعطيها ليا وسيدي محمد من يهز ديك البيه ديال الزي الشفاعه عطاها لي كل اوبجي لاله عائشه غوتيغاتيل دو باني دو فويون لاله عائشه ملي جاتها النوبه من ورا سيدي محمد باش تهزتها هي من ديك السله اشنو هزات بالضبط Une boule de verre, واش بيه ديال الزاج, une perle noire ou la saoudé ou la un minuscule coquillage ou la واحد الكوكياج اللي هي صغيره وهذا هو الجواب الصحيح. Pourquoi Sidi Mohamed s'était-il caché dans les plis du haïk de sa mère? علاش سيدي محمد تخشى وتضرك في داك التوب ديال الحيك ديال الام ديالو قبل ما نشرح الاجوبه عفاكم سيدي محمد راه كتكتب دوزام اس ماجيسكول ام ماجيسكول هادشي هذا راه مهم بزاف نهار الامتحان ولي تردوا ليه البال شويه Il avait peur du courtier qui s'était disputé avec son père. واش حيت خاف من داك الكورتي من داك الدلال اللي كان ضارب مع الاب ديالو ولا il avait peur du فقيه qui passait dans la rue ولا خاف من الفقيه اللي كان ديز من الشارع وهذا هو الجواب الصحيح Que décida Lala Zoubida de faire avec son fils chaque semaine اشنو قررت Lala Zoubida تولي دير مع سيدي محمد كل سيمانه Visiter les divers sanctuaires de la ville, تبقى تزور جميع الأولياء الصالحين ديال المدينة ديال فاس. Rendre visite à لالة عائشة, تمشي كل سيمانة عند لالة عائشة الصديقة ديالها القديمة. Organiser un repas pour les mendiants, ولا كل سيمانة غادي توجد واحد الأكل ولا الصدقة ديرو للفقراء. Allez au bain mort, تمشي للحمام. حنا عارفين أن لالة زبيدة مني جات من عند سيدي العرافي. سيدي العرافي كان أصلا صحة تمشي تزور الأولياء صالحين ديال المدينه قال ليها راه غادي يعاونوك وداكشي اللي هي غادي دير بوكو لالا زبيده نو راكونتي تيل با او فوازين سا فيزيت ا سيدي العرافي علاش لالا زبيده ما بغاتش تعاود حتى شي حاجه على الجارات ديالها يعني فاطمه بزويه والرحمه والشوافه على الزياره اللي دارت لسيدي العرافي هي ولالا عائشه وسيدي محمد واش Pour ne pas froisser la chouafa et pour ne pas divulguer ses secrets, ben زعما ما تقلقش الشوافه حيت هي اصلا عندها شوافه في الدار علاش غتمشي عند الشواف يعني كون كتقيه في الشوافه غتمشي عندها هنا قال لك واش هي ما بغات زعما الشوافه تقلق حيت تعرفها مشات عند الشواف وباش حتى الاسرار ديالها ما يخرجوش وما يديعوش ولا سيدي العرافي لوي افي كونسي اون توتال ديسكريسيون ولا سيدي العرافي بغى واحد السريه اللي هي تماما ما بغات حتى شي واحد يسيق الخبر الجواب الصحيح انها ما كتثقش نهائيا في القدرات ديال الشوافه وخايفه الاسرار ديالها يضيعوا هادو هما جوج الاسباب الحقيقيين Quelles sont les raisons invoquées par Zoubida pour ne plus envoyer son fils à l'école اشنو هما جوج ديال الاسباب اللي قالت لاله زبيده لسيدي محمد باش ما تخليش انه يمشي للمسيد في الغياب ديال الاب ديالو هل افي بوزوان دو سون فيس بور فير لي كورس واش ما بغاتش تخليه للمسيد باش يبقى يمشي يتسخر ليها ولا ايل سو سونتي سول اي لا سونتي دو سون فيس ليسي بوكو ا ديزيري ولا حيت هي كتحس براسها وحيده بزاف والصحه لو سونتي دو سون فيس والصحه ديال الابن ديالها ليسي بوكو ا ديزيري مازال خاصها زعما تشافى شويه وهذا هو الجواب الصحيح ما بغاش يتسخر ليها وليني كتحس براسها بوحدها Quelle résolution concernant Sidi Mohamed prit Lala Zoubida le lendemain de la visite de Sidi Al-Rafi يعني اليوم الموالي من بعد ما زاروا سيدي العرافي في لو كارتيي صفاح هي ولالة عائشة وسيدي محمد قررت لالة زبيدة واحد القرار فجأة اشنا هو هذا القرار هذا ديمني سون فيس شي ان ميسا انه دي ولد سيدي محمد عن طبيب دونفوي لونفون ا ليكول بوغ اوبليي لي مالور تصيفط سيدي محمد للمسيب باش ينسى الحزن ديالو دو غاردي لونفو ا لا ميزون دورون لو موا دابسونس دو سون بير انها تخلي الطفل في الدار المده ديال شهر اللي غيغيب فيها الاب وهذا هو الجواب الصحيح قالت لي شوف هاد المده اللي غيكون باك ما كاينش انت غادي تبقى معايا وما غاديش تمشي للمسيد كل كونسي دونا سيدي العرافي على لالا زبيده اشنا هي النصيحه اللي عطى سيدي العرافي لالا زبيده d'offrir de l'argent aux pauvres انها تعطي الفلوس للفقراء d'organiser une صدقه انها تدير صدقه للناس وهذا de visiter les sanctuaires des saints de la ville انها تزور الاولياء والاضرحه
ولا الاولياء الصالحين ديال المدينه ديال فاس. وهذا هو الجواب الصحيح، قال لها غيعاونوك الاولياء الصالحين، سيري زوريهم. داكشي علاش هي قررت ان كل سيمانه غادي تمشي عند مثلا واحد الوالي صالح، اثنين خاص بهذا الوالي، ثلاثه بهذا الوالي وهكذا. كيل بريديكسيون انونسا لو فويون دو لالا عيشه، اشنا هو التوقعات ولا شنو التوقعات اللي علم بها هذاك الشواف لو فويون افيغ اللي هو سيدي العرافي اللي قال لالا عيشه. قال او غادو نوفو بيجو بلي غيوليو عندها مجوهرات جديده، حيت كشفنا انها باعت كاع اللي كتملك على قبل الزوج ديالها مولاي العربي اللي مشاو خلاها وتزوج بلا في دو كوافور. لو نيسو غادو نوفو غوكونستخوي بلا العش ديالها، يعني المنزل ديالها غيعاود يتبنى من جديد. يعني هذه هي الجمله اللي قال لها سيدي العرافي، واني التفسير ديالها ان مولاي العربي غيعاود يرجع للمنزل ديالها. قال اوغا بيانتو ان اونفون، غادي يتزاد عندها واحد المولود وهي اصلا ما كتولدش. اذا الجواب صحيح ان العش ديالها غادي يتعاود يتبنى من جديد. وكيف شفنا في لافان ديال لو شابيتر انها جات عند لالا زبيده قالت لها غدا في الصباح جي عندي باش تعرفي اكثر، مولاي العربي راه هو غادي يرجع للدار شاد الطريق وجاي. أقوال ناراتور كومباراتيل لو باني دو سيدي العرافي، مني شاف سيدي محمد ديك السلة ديال سيدي العرافي قارنها بواحد الحاجة، باش قارنها؟ أو ساك دو طوال كون فونكسيوني باغ سا ميغ، واش بداك الساك اللي صوبات اللي كتصوب الأم ديالو، ولا أصابوطا ميغفي بعلبة العجائب ديالو، ولا على ساكوش دو سون بيغ، ولا بداك الشاكوش ديال بويه. كيف شفنا قالك أن هاديك العلبة ديال العجائب كتشبه السلة ديال سيدي العرافي. كاين اوبجي سيدي محمد فيتيل سورتور دو باني، اشنو سيدي محمد هز مني قال لي سيدي العرافي هز من السله، اشنو هز بالضبط؟ اون بول دو فيغ، واش هز واحد البيه ديال الزاج، ولا ان نانو دو كويفر، ولا هز واحد الخاتم ديال النحاس؟ الجواب الصحيح انه هز واحد البيه ديال الزاج اللي كنا كنلعبوا بها مني كنا صغار. كيل كونسي بروديكا سيدي العرافي الونفو، اشنا هي النصيحه اللي قدم سيدي العرافي للطفل اللي هو سيدي محمد؟ de ne plus être solitaire بلا ما يبقاش وحيد، ديكوتي لي كونسي دي زادولت انه يتسنط النصائح ديال الناس اللي كبر منه، دو روغاردي اون دو دون دو سوا انه يبقى يشوف في الداخل ديالو. وهذا هو الجواب الصحيح، قال لي فيما تحس براسك وحيد المهم قال لي خاصك تبقى تامل في ديك العلبه ديالك، ملي ما غتبقاش تامل في داك الشيء غادي تمرض والصحه ديالك غتدهور. وهذه المهم قال لي فيما تحس ان الناس هملوك شوف في الداخل ديالك. كان هذا هو اخر سؤال معلق بلو شابيتر 10، نتمنى انكم تفاعلوا مع هذا لا فيديو، دعيوا لي مع الاب ديالي بالرحمه والمغفره، والله يرحم جميع الاباء ديال المسلمين، والله لا يحرم شي واحد من الوالدين ديالو. اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله اللي غنبداو فيه لو شابيتر 11 ان شاء الله.